يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم على حضوركم بالدورة مبارح. بحابب شوي أورجيكم بعض الفيتشرز اللي ما لحقنا نحكي عنها، طبعا بالأيام القادمة إن شاء الله إنه بنحكي عنها. هاي صورة لمريض أخذناها بس عشان نشيك الوزدم توث، زي ما شايفين هي جزء مش كامل الفكين. أوكي، هلأ بدي أقيم علاقة الوزدم مع النيرف. واحدة من الفيتشرز المهمة إني أنا بقدر أخذ من الفوليوم الكلية بس فوليوم لضرس العقل لحاله عشان إني أقدر أنطفه وأشوفه. فبنكبس على السوليد هاب، بنعمل سيجمنت وبناخذ توث سايز وبنيجي بالمكان على الوزدم، نتأكد إنه الإكستنشنز للكروب فوليوم تشمل السن لحاله. أوكي، هيك متأكد إنه خلال المربع كامل السن، عملت extension تأكدت انه السن كامل وبعمل له crop بسميه باسمه tooth رقم 38 وبعمل له export. هلأ رح نلاحظ على الشاشة الجانبية هون صار في عندي two volumes، المين فوليوم والفوليوم الثاني اللي هي السن 38، ورح نشوف صار في زي مربع صغير. الفكرة انه انا اخذت جزء من الصورة الكبيرة عشان بس اركز عليها، اذا خفيت الصورة الكبيرة ضل عندي الصورة الصغيرة. هلأ هاي بقدر اعمل لها تنظيف واشيل العظم من حواليها واشوف السن لحاله. اوكي، بنيجي على الاستوديو بنعمل ايديت، على الايديت بنختار انها الفوليوم 38، بنعدلها الثريشولد من هذا الاوبشن اللي حكينا عنه الثريشولد. زي ما شايفين طلع عندي الوزدم بس الروتس بطلوا يصيروا واضحين، اطلعوا هون كيف الفوليوم. اذا بحاول اخفف الثريشولد شوي راح يصير في عندي البون هذا كلياته موجود، فانا بقدر على السوفت وير اني امحيه. اوكي، منشيل التحكم بالثريشولد عن طريق هذا البتون، بيطلعوا هون عندي ادوات التحكم بالفوليوم. اول اداه اللي هي الايديت، الايديت اذا انا طبعا دائما على الرايت كليك بقدر اعمل روتيشن. الفكره بالايديت في عندنا مجموعه من الاوامر اللي هي سيت جرو وريديوس. السيت نقدر نعتبرها زي المقص، يعني وانا عملت كليك كليك بدون دراج كليك وبحرك الماوس بحط مجموعه من النقط عشان امحي السن اللي جنبه. اخر مره بعمل دبل كليك، انتبهتوا كيف قصيت السن اللي جنبه؟ طلعوا كيف الروتس شكلهم كتير غريب. اوكي، بقدر اعمل بهاي نقطة المي بلر عساس تخفف حدة الصورة 50%، بلشت توضح عندي الصورة بشكل اكبر. بقدر اقص بزاوية تانية العظم. اوكي، وهون نفس الاشي. هذا الشغل الادفانس اللي حكينا مبارح ما رح نضيع وقت عليه. اوكي، صار عندي تقريبا المنطقة نظيفة، بضل المنطقة اللي جنب الجذر هاي اذا بقصها احتمال اني اقص جزء من السن، فبالتالي بنستخدم اداة تانية اللي هي البيم. وهون بهاي الاداة زي الفوتوشوب بقدر امحي محي، بس الفكرة انه اذا برضو محيت ممكن امحي السن، فبستعمل بدل الست ريديوس رح يتحول لونها للون الاحمر، بقدر اصغر حجمها شوي صغيرة. اوكي، وطلع عزين اذا بكبس اللفت كليك ببلش يعمل تخفيف للفاليوز بهاي المنطقة. اذا عملت الرايت واللفت مع بعض بقدر ازيح. اوكي، هاي شايفين هون هيك بلش يطلع معي الوزدم بصورة واضحة. هاي العملية اسمها سيجمنتيشن، عملية سيجمنتيشن اني اخذ من الكومبيم الاصلية جزء مهتم فيه عشان اشوفه. طلع كيف بين معي الوزدم، حبيت اشارككم في هذا مريض عندي اليوم. برضو بنفس الوقت بتأكد على المقاطع بالرايت كليك، انا ما عم بغير بالرايت كليك بشوف. انتبهوا انه هون المنطقة مش فولي بالريد دوتس، فانا بدي احاول ازيد قيمة هاي النقاط. بقدر اعمل زوم بالرايت، دائما الرايت كليك للنافيجيشن، الليفت كليك راح تكبس. اوكي، هلا بما اني بدي يعني هون هيك
شايفين هاي كل المناطق فاضية اللي هي مبينة على 3D انها هون مناطق فاضية. بعمل لها grow. اوكي بالليفت كليك مجرد ما عملت grow طلع كيف فرق ال 3D. بحاول اخفف السترينث عشان ما يزيد كتير ويدخل مرة تانية اشياء ما بدي اياها بالسن. بحاول امشي بالسكرول بالماوس سكرول طلعوا هون في عندي روت تب، بقدر اصغر بالكنترول والسكرول حجم المربع اللي انا بعمل له اد. بالليفت كليك طلعوا كيف الروت تب بينت معي هون. هاي اذا انا بدي اخلع جراحي هذا السن مهم كتير انها هاي الروت تب اكون شايف انها جزء من السن. اوكي هون احنا قاعدين عم نتأكد انها هاي لانها مش من السن من العظم بدي اعملها ريديوس، فباجي هون على الريديوس بعمل ريديوس. هون بهاي المناطق برضو بقدر اعملها ريديوس اتأكد انه السن، وبرجع مرة تانية بعمل بلور 50%. السن صار شكله كتير احلى. هاي هي طاحونة العائل تبعت المريض، مين منكم ممكن يخلعها؟ اوكي بنرجع هلا مرة تانية بحولها لمش وبقول له دن. اذا شفت الفوليوم الاصلية، هاي الفوليوم الاصلية، اذا بخفف شفافيتها من هون اوكي بين عندي كيف شكل السن. هلا بقدر اعمل نيرف تريسينج. نيرف تريسينج من هون زي ما حكينا نيجي نعمل نافيجيشن منلف منشوف النيرف قادر اني اشوفه كامل من اوله لاخره. بروح على نيكست. هلا بلشت اعمل نيرف تريسينج. الخطأ اللي بيعمله كتير من الناس انه بحط دن وهو مش عامل نيرف تريسينج. فهون ببلش نحط نقطة 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 نقطة. هون النيرف بطل يبين عندي. بالسكرول ماوس بتأكد انه صار يبين اكتر. اخر اشي بنهي بدبل كليك. بعمل وقتيها بس اعمل دبل كليك بعمل دن. شوفوا كيف النيرف هون. شو رأيكم بهاي الحالة يا ويلي؟